كما اكد رئيس الوزراء ان مصر تؤمن باهميه النهج التعاوني والاستخدام الامثل للمياه وفي كلمته خلال انطلاق الجلسه الافتتاحيه لاسبوع القاهره للمياه في نسخته السابعه شدد مدبولي على ضروره الالتزام بالقانون الدولي بما في ذلك حقوق الدول في تقاسم المياه دون التاثير أو الضرر بمصالح أي دولة، مؤكدا أن المياه تعد عنصرا أساسيا للحياة والتنمية، ولا بد من استدامة هذه الأحواض. وإذا كانت مصر تؤكد دوما دعمها لجهود التنمية المستدامة في دول حوض النيل وتلبية تطلعات شعوبها نحو غد أفضل، فإن مصر تؤمن بأهمية النهج التعاوني وضرورة إعمال مبادئ القانون الدولي. القائمه على تحقيق الاستخدام الامثل للموارد المائيه العابره للحدود على نحو يتفادى ايقاع الضرر بالدول والمجتمعات الاخرى ويحافظ على مصالحهم الحيويه وحقوقهم الاساسيه